بفيديو اليوم راح نكمل سلسلة مورال أوريل، وإذا أنت ما شايفها قبل راح أحط لك هون فوق أو بنهاية الفيديو البلاي ليست كاملة من أول ما بدينا لحتى وين وصلنا. الجزء الثاني حلقة رقم 10 هي راح تكون، الحلقة هي راح تكون بعنوان التكاثر. في بداية الحلقة راح نشوف انه أوريل رايح على السوبر ماركت او الدكان او البقالة وراح يشتري حزام جديد، لانه الحزام مو طبعا له، لابوه انقطع. ليش انقطع؟ لانه ابوه لأوريل كل يوم بيضربه، كل ما يعمل شيء غلط فبياخده على الغرفة لعنده وبيأدبه بالحزام، بيصير يضربه كل يوم. فمسكين هذا الولد عم بيتعنف من ابوه بطريقة مو طبيعية، واحيانا بحس انه بيستاهل على الاقل الغبي اللي عنده. بعدين حتى صاحب السوبر ماركت او البقالة بيحكي له انت من فترة جي اشتريت من عندي حزام لحق انه يخرب وتحتاج واحد تاني، فبيعطيه واحد تاني. وبعدين منشوف انه دخل على السوبر ماركت كمان القصيص اللي مشكوك بامره كتير، وصراحة بطل مشكوك بامره، واضح انه هو مو قصيص بس عم بيشتغل هيك لانه يمكن بنزل له مصاري او ما بعرف، رح نكتشف مع بعض، بس هو مو قصيص نظيف ابدا. فلما يدخل على السوبر ماركت كل الشغلات اللي عم بيشتريها شغلات تدل على شيء هلا رح نحكي مع بعض. عم بيشتري محارم كتير، عم بيشتري سلة مهملات عشان يحطها جنبه، بس سلة المهملات هاي اللي شافها اللي على شكل قلب فيها شيء غريب، صار يحكي له انه هاي سلة المهملات بتحب النساء كتير وفي منها فوائد كتيرة وهيك شيء غريب. يعني هو انا على ما اعتقد انه القصيص ما بيتزوج، لانه بالديانة المسيحية بيكون خلص هو يعني هادي حاله او بس بيصلي، بس بيعمل خطب جمعة، فبس شغل يعني رجل دين، بس ما بيشغل حاله بشغلات دنيوية تانية، فبيهدي حاله كله لله وللدين. والقصيص رح يحكي لأوريل انه انا كان عندي وحدة مثل هاي من فترة واختفت، ما بعرف وين راحت، كأنه في حدا دخل على البيت وسرقها من عندي، بس مين له شغل يجي يسرق سلة مهملات؟ ما بعرف. فبعدين صاحب السوبر ماركت بيحكي له انه ايه هاي السلة كويسة كتير، بتكون لترمي فيها التيشوز اللي هو المحارم او الكلينكس، ترمي جواتها او تزيد فيها المرطبات وهي الشغلات. فهلا راح تعرفوا شو قصدي، يعني الموضوع جدا محرج او جدا وسخ، فمن هلا بحكي لكم اذا انتم ولاد صغار طلعوا من الفيديو، او اذا انتم بالغين بوضع البلوغ ممكن تكملوا الفيديو. هون القصيص راح يستحي بسرعة وياخذ سلة المهملات هاي، لأنه هذا صاحب السوبر ماركت يعني عم بيحكي شغلات كأنه راح يفضحه ليش هو بيحتاجه، هلا راح تعرفوا. بعدين أوريل راح ينتقل لمحل تاني، هذا المحل ببيع شغلات للمتعة الجنسية، ما بعرف شلون أفهمكم أكثر من هيك، بس ببيع شغلات غريبة، والمرة اللي تشتغل فيه بتعمل اللي هو الحلق، اللي هو شو الحلق أو اللي هو اللي بنحط عند البنات هون، بس بأمريكا أو الدول برا بيحطوا حلق بكل مكان، بلسانن، بشفايفن، بإنفن، بهون، وأحيانا أوريل بحلقة من الحلقات حطوا بالحنتكور بالغلط بدون ما يعرف، بس هيك حطوا بالغباء. فبيروح لعندها وهو دائما شكله أوريل عم بيروح لعند هاي البنت وبيحاول يقنعها أنه تصير تروح الكنيسة وتحب الديانة وتتعلق بربة أكتر. فهالمرة بيروح لعنده وبيحاول يقنعها وبتقتنع أنه تروح معه على الخطبة الجاي. وبس يطلع أوريل من المحل راح نلاحظ أنه البنت تاخد صورة للقصيص وهو نايم وجنبه سلة المهملات اللي اشتراها او اللي انسرقت من عنده اللي كان عم بيحكي عنها. فهالبنت يمكن بتكون بتحبه، يمكن في سر تاني رح نكتشفه ولا مع بعض. بعدين رح ننتقل عند القصيص، القصيص رح تكون جنبه سلة المهملات وعلبة محارم او كلينكس ولوشن مرطب، والعلبة المهملات مليانة بالمحارم أو الكلينكس أو التيشوز. أعتقد أنتوا عرفتوا شو عم بيعمل بهاي الشغلات، لما يكون الولد لحاله بالغرفة وبالغ بيحتاج محارم كتير وبيحتاج مرطب وبيعمل شيء وسخ، فاللي هو اسمه العادة السرية. فهذا القصيص عم بيمارس هذا الشيء، وهذا الشيء جدا سيء. نصيحة اللي إذا أنتوا أولاد بالغين عم تشوفوني، هذا أسوأ شيء تعملوه بحياتكم من ناحية دينية ومن ناحية دنيوية، هذا الشيء راح يدمرك، فبنصحك إذا أنت بتعمله تبعد عنه تماما. فهذا القصيص عم بيعمل هذا الشيء السيء اللي عم نلاحظه، يعني من اللي موجود من المكونات اللي عنده، فهو عم بيعمل هذا الشيء. فبيكون بده يدعي ربه أنه تجي بنت، فقبل ما يدعي ربه بيحكي هالمرة أنا ما رح أذل حالي وأدعي ربي. فكيف قصيص ما بده يذل حاله ويدعي ربه؟ فهو المفروض دائما يدعي ربه هذا الشيء، يعني يجي معاه، يعني لأنه هو قصيص فبيحب يعمل هالشيء حتى لو ما بده شيء من ربه، أنه يشكر ربه على أي شيء. فبعدين القصيص خلص رح يستسلم، قول هالمرة خلص رح أدعي وأذل حالي عند ربي وأحكي له أنه يا ربي يبعث لي هيك على الخطبة الجاي بنت تكون حلوة، مو شرط حلوة، أي بنت تجيني نحيفة طويلة عريضة
مو شرط يكون جميل، المهم تبعت لي اي بنت خلص، لانه هو طول حياته عايش عزابي فبده يمكن يتزوج او بده يعمل شيء وسخ مع البنات. فبعدين بدعي وبعدين بيروح على التخت وبياخذ المحرمه وبحط شويه لوشن وبيبدا شغل الحزين مع الحنتكور، استغفر الله يا زلمه. بعدين ثاني يوم الصبح يوم الخطبه راح يكون واقف القصيص مع امينه المكتبه، وراح يجي اورل مثل الغبي يفضحه للقصيص، لانه اصلا اورل تفكيره بريء جدا. راح يحكي له انبسطت بالسله الجديده اللي جبتها اللي قلت حترمي فيها شغلاتك، وقف على السريع قال له سكوت مو وقتك تحكي هلا لانه في مره. فالمره اللي جنبه عرفت شو قصده وليه جاب هالسله، طلعت عليه بنظره اللي هي امينه المكتب ودخلت على الكنيسه. وبعدين راح تيجي صديقته لاورل اللي كان عم بيحاول دائما يقنعها ان تيجي على الكنيسه، ولما تيجي على الكنيسه بتكون لابسه فستان حلو هيك شكله كيوت وبناتي. فبعدين راح يشوف القصيص وينعجب فيه كتير ويحكي له مين هاي صديقتك اللي جبتها عزبطنا عرفنا عليها. بعدين هون راح يتحمس القصيص يقول له اليوم راح اضبطك من الاخر، اعطيك احلى خطبه سمعتها بحياتك لاني موجوده هاي البنت. فلما يدخل القصيص ويبدا يحكي بالخطبه، الخطبه راح تكون عباره عن انه لازم انكم تتكاثروا وتعملوا مع بعض شيء اللي هو بيؤدي الى التكاثر، ويعني الموضوع كله عم بيحكي انه لازم تتكاثروا، لازم تعملوا هذا الشيء مشان تتكاثروا. عم بزرع هاي الفكره بالنساء اللي موجودين معه، عم بيلمح عن حاله كاني انه خلينا نتكاثر مع بعض اساعدكم بالتكاثر. فبعدين القصيص راح يكون واقف وعم بيستناها تطلع من الكنيسه، فلما تطلع بيطلع القصيص فبيحكي له شو رايك انه اروح واعزمك نروح ناكل مع بعض بشي مكان وهيك. فهي بتحكي له اوكي تمام امتى بدك، بالله هلا. فهو بيكون كتير متحمس، فهي بتستغرب انه هلا هلا. فهو بصير يعمل شغلات غريبه، بيحاول يصرف الغباء اللي حكاه، فبيحكي خلص بكره. فاوكي بيروحوا بكره ثاني يوم بيتغدوا من مطعم فخم. فلما يروح بموعد غرامي مع هاي البنت راح يقعد معاها ويصير يحكي لها شغلات هيك وسخه ويحاول يضبط البنت باسلوبه الغبي كتير. تحكي له انا بنتك، نعم تصدمه بعيشته بحياته، بتقول له أنا بنتك. فهو بيفكر أنه عم تتمسخر أو عم تحكيك بطريقة غبية، فبقول له عادي ما عندي مشكلة. بتحكي له لا أنا بنتك، أنا بنتك لأني كان عندك سلة من زمان، وهي السلة كنت أنت زاتت فيها شغلاتك اللي بتجيب فيها الأولاد، وأمي كانت بتحبك كتير وعندها هوس فيك. فلما سرقت سلة المهملات أنت كنت تارك بقايا شغلات منك جوا السلة، فاستخدمتن من شان تتكاثر وتجيب ولد منك انت. ما عارف شو افهمكم الموضوع، ما حدا افهمكم اكتر من هيك، واجيت انا. فهي باختصار شديد هي بنته، بالفعل بنته للقصيص. بس يعني اللي فهمناه انه القصيص ما عمل شيء وسخ مع بنت، فهو لساته يعني نظيف يعتبر، ما عمل شيء، بس كان يمارس العادة السرية، واجت مرة اخذت شيء من اللي بيستخدمه وخلاص. فهمته، مفروض فهمته يا اخي، بكفي. والشيء الغريب اللي ما كنت منتبه له من البداية انه هاي البنت اصلا بويا، يعني تحوله لولد. حتى اذا لاحظتوا عليها عضلات ولابسه بنطلون جينز وحتى حلقة شعرها نفس الاولاد، فهي متحولة يمكن لشاب او بس تاخذ دور شاب. فالمهم هي الوان 100%. فالقصيص بس يعرف بهذا الموضوع رح يجي احباط، لانه كان منعجب فيها، بس بعدين اكتشف انه هي بالاخير بنته، فما رح يقدر يعمل معاها شيء، وبيرجع الكنيسه وبيكون متضايق وحزين. بيلاقي مين موجود هنيك دائما بالكنيسه، معالق دائما ما بيطلع من هنيك؟ اورل. فبيحكي له انه انت كيف دائما بتكون مبسوط وفرحان وهيك؟ بيحكي له اني دائما بكون مع ماي فاميلي، يعني عائلتي، مع ماي فريند اصدقائي، وفيث اللي هو ايماني. فكل هالشغلات اللي بتبدا بحرف الاف بتخليني دائما مع ناس وما بتحسسني بالوحده. فبيحكي له هاي كل الكلمات كاني بتبدا بحرف الاف. فبيحكي له في كمان كلمه بتبدا بحرف الاف ممكن تنسيني اني اكون وحيد. هو في كلمه بس اورل كتير بريء ما فكر فيها، بس القصيص بباله عم بستناه يحكيها بس ما حكاها، واستغرب قال له انت كتير نقي وبريء ما عندك تفكير وسخ، واللي هي كلمه. فالقصيص هون رح يرتاح لكلام اورل وبقول له روح اطلع مكاني واعمل خطبه خليني اسمع لك شو رح تحكي. فهون رح يطير من الفرحه اورل، لانه صار مكان القصيص وبصير يحكي له انه لما يكون عندك عائله، لما يكون عندك ايمان، لما يكون عندك اصحاب، فهذا الشيء بغنيك انك تكون انسان وحيد وتعيس، رح تحس دائما بالفرحه لانه عندك حدا. فهون القصيص بعد يفكر انه هديك مدام بنتي وبنتي خلص، يعني انا عندي عائله، خليني اروح لعندها وارجع يعني احس انه في عندي حدا بهالدنيا، لانه هو وحيد. فاكتشف
اكتشف اللي عنده بنت فانبسط، فراح يروح عند بنته لهنيك ويقعد يحكي معها ويقول له انه شو رأيك خلص انه خلص نعترف لبعض وانت تصيري تناديني. فقالت له شو اناديك؟ قال له تناديني فاذر. قالت له لا ما بديك تناديني فاذر، ناديني ابوي. فخلص بتقول له انه اوكي تمام، فبرجع العلاقة تمام. والقصيص رح يتعرف انه هون صار عنده بنت، بس بالبداية هو كان مفكرها بنته بده يزبطها. فيا الكرتون جدا سيء، والمشغلات اللي فيه مضروبة جدا. الحمد لله هذا الكرتون انشال من القنوات اللي كانت بتعرض كرتونات للأطفال، فالحمد لله يعني هذا صار بس موجود على اليوتيوب، ومعظم الأماكن انحظر فيه، أو معظم الأماكن كل الأماكن انحظر فيه، لأنه خلص عملوا كم حلقة بس نخلص ورح أحكي لكم شو الحلقات بالذات اللي خلت هذا الكرتون ينمسح ويطلع من أصلا كان ينعرض على كرتون نتورك مو العربية الأجنبية، شو السبب اللي خلاه يطلع، أو شو هي اللي هي القشة التي كسرت ظهر البعير. فهي الحلقة أو كم حلقة اللي جابت العيد فعلا وشالوه من كرتون نتورك. فبس لعند هون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا عجبك وحابب تدعمني بطريقة جبارة جدا، صار عندي اشتراكات بالقناة، هاي الاشتراكات إذا اشتركت فيها رح تدعمني ورح يبين مين دعمني ورح تبسطني وتخليني أستمر باللي عم بعمله، ورح أدعمكم أنا باللي بدكم إياه. يعني أنتوا قلتوا لي رجع يا أسامة كمل بأورل مورل، لأنه صراحة أنا حسيته كتير طويل فقلت خليني أوقف منه وبعدين برجع، بس كلكم بتحبوا هذا الكرتون بطريقة مو طبيعية فرجعت مرة تانية كرمالكم أكملكم هذا الكرتون. فكل اللي عليكم تدخلوا على صفحتي على اليوتيوب بس من الكمبيوتر، راح تلاقوا في زر غير سبسكرايب، ساوي كمان سبسكرايب بطريقك، في جوين، لما تكبس على جوين فيك تشترك بالفئات اللي موجودة عندي، قرأ وشوف المناسب لك واشترك. فبهي الطريقة دعمتني وشكرا لك، واعمل لايك وكومنت إذا بدك أحكي عن شيء أو تساعدني بشيء، أو تعال عندي انستغرام راح أرد عليك إن شاء الله بالكلمة السحرية اللي هي أسامة أنا جيتك من اليوتيوب، وإن شاء الله راح أرد عليك. وبنهاية الفيديو بحب أشكر اللي منضمين لعندي بالقناة وعم بيدعموني بكل فيديو عم بينزل، فشكرا كثير لكم، أشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.